اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقه مطبخ رؤيا لليوم، مستمرون معكم وبدنا نرحب نحن وانتم بالرائعه الدكتوره ربا مشربش. تفضل يا دكتوره. اهلا وسهلا، كيف حالك واحوالك؟ يا سمير دكتوره، سمير ما جاب كلاوي، سمير انا شفتكم ما بتطبخ كلاوي من التلفزيون. انا وين دخل؟ انا كنت بدي اعمل وصفه صحيه، بطلت خلص اليوم، اعطيتك المجال. على فكره دكتوره تبريك، سمير ما جاب كلاوي، ما جاب كلاوي بالمره، واللي شفته على الكاميرا وبركض وحاله. اوعى تفهمني غلط. يلا اوكي، سماح اليوم. شو اخبارك؟ تمام يوم سماح. بعدين من فتره لفتره يعني كويس، يعني شوي ولا مستحيل تقول. شوف الشيف، شوف الشيف تحكي طلع. انا صحي، جرجير. انا صحي، طلع كل انواع الجرجير. احكي لها عن اللي بالفرن. هذا الجرجير بشهي كله صغير. هذا احنا اصلا نحكي على الجرجير، رح نحكي على الورقيات، ورح نحكي عن كل شيء اخضر. بس انت لو شوفي بالفرن راح تختلفي انت وياه. ايش بفيد؟ اعطي لك نظره هيك، شويه دجاج هيك، اربع انواع جبنه، لا خلص بس ولا شيء. يعني انا اي تراستهم، ما بصير خلص. سمعت؟ انت شفت الجرجير المشهود؟ طيب تفضل تفضل، استريحي دكتوره. تفضلي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. كيفك؟ الله يسعدك. امورك تمام يا دكتوره؟ تمام تمام تمام. في بتقلقي ولا بتقلقيش انت بالعاده؟ بقول لك القلق على اعداء التفكير السليم. توكل على الله وخلص، دائما اتوكل على الله. تمام. واحد مرات بيزيد الاشياء وبفكر كتير وبيطلع بالاخر للخير، وبيطلع الحل قدامك بس انت مش شايف. الله سبحانه وتعالى عبين بس ما دلك عليه من كتر ما بنفكر. صحيح صح صحيح صح. طيب دكتوره، بدنا نحكي عن الجرجير، بدنا نحكي عن الخضار الورقية اجمالا، وعن فوائدها. بالضبط، بلش بالجرجير ونعرج على الورقيات الاخرى. هلا الخضار الورقية اصلا زي اللي عندنا جرجير وسبانخ، في كمان الكيل صار ينباع بالاسواق، هذا عالي جدا والله. كمان طعمه زي طيب كثير. هلا على فكرة الجرجير بتقدر تعتبره من فصيلة القرنبيات، يعني زي الفجل والبروكلي والملفوف بهاي الفصيلة. حتى طعمه حتى طعمه حاد. صح. وهلا هاي نعمل كتير عليها أبحاث للوقاية من السرطان، يعني إحنا بتعرف السرطان عنا منتشر بشكل كتير كبير، وإن شاء الله أكيد التغذية لها دور كتير كبير في الوقاية. فالجرجير من الأطعمة اللي هي مهمة جداً، فيها مواد مضادة للأكسدة اللي بتحمي كتير من الأمراض، خاصة أمراض السرطان، خاصة إحنا بشهر التوعية ضد صح. سرطان الثدي والفحص المبكر وأهميته. صحيح. هلا إذا ندخل أول إشي بالسعرات، أول إشي الخضار الورقية قليلة جداً بالسعرات، يعني الكوب يدوب يوصل 10 سعرات 8 سعرات حرارية. فدائما هاي الوجبة مشبعة جدا لأنه فيها ألياف وفيها فوائد غذائية كتير مفيدة. تمام. نبدأ فيهم. أول إشي عندنا فيتامين سي، فهو هاي الخضار الورقية مهمة جدا للمناعة. كلهم الورقيات. بس هلا عم بحكي على الجرجير. على الجرجير تحديدا. تمام. أوكي. تمام. فيه فيتامين سي، فهم مهم جدا للجهاز المناعي وتقوية الجهاز المناعي والكولاجين. في عندنا الفوليك أسيد. هلا هذا اليوم كنا نحكي الصبح عن فقر الدم للحوامل. تمام. اوكي، الفوليك اسيد مثلا كثير مهم للحوامل باول 3 اشهر من الحمل. احنا دائما بنشجع الحامل تاكل كثير خضار ورقيه لانه هذا الفيتامين مهم جدا لتكوين الماده الوراثيه. تمام. فهذا ثاني شيء فيه. في عندنا كمان نسبه من فيتامين اي، وبرضه ماده الكلوروفيل اللي بتعطي اللون الاخضر، وهي كمان مهمه جدا للمناعه. وفيه نسبه من البوتاسيوم. فهو بيساعد على التقليل بالجرجير. بالجرجير فبيساعد جدا على التقليل. انك جايبه يعني طبعا يعني انك جبته يعني طبعا جرجير طبعا. فيه بوتاسيوم مهم جدا لخفض ضغط الدم، فاحنا دائما بنحكي لمرضى البوتاسيوم مرضى سوري ارتفاع ضغط الدم بتقلل صوديوم بتقلل بوتاسيوم. اوكي. في فيتامين كي مهم جدا لتجلط الدم، مهم جدا كمان لصحه العظام. وفيه نسبه من الكالسيوم، يعني عاده النباتيين اللي بيدوروا على مصادر للكالسيوم من مصادر نباتية، الخضار الورقية من هاي المصادر. هذا بالنسبة للجرجير. نروح على شيء ورقي آخر. تمام. السبانخ مثلا. عندنا السبانخ. هلا السبانخ شوي أعلى بالحديد عن الجرجير، مع إنه الجرجير فيه نسبة من الحديد، بس السبانخ فيه أعلى، هذا اللي بيميز. الأعلى شوي في السبانخ كمان البوتاسيوم. دائما السبانخ بنحكي نضيف عليها فيتامين سي، ندخلها بالسلطات عشان تزيد من امتصاص الحديد. وتقريبا فيها كل المعادن اللي حكيناها، بس هذا الفرق بالحديد والبوتاسيوم. أوكي. في عندنا الكيل، الكيل غني جدا بالمواد مضادة للأكسدة. يعني هيك بتعرف زي الخس او ورقيات، لكن بنفس الوقت بيكون هيك عنده فرق الفجل. ايوه عرفته عرفته. عنده نكهة حادة.
مش شرط يعني اللي مش ملاقي كيل بالسوق عادي احنا اي خضار ورقيه موجود هيك اوراقه كبيره. هدول كلهم على فكره لهم قيمه غذائيه في الحمايه من كثير من الامراض خاصه مرض السرطان. يعني لازم ما نضلنا بس نعمل سلطه خس وخيار وبندوره. يعني انا كثير مرات لما اعمل سلطاتي اي نوع خضار ورقيه بالسوق بحب اجيب اخلط اكثر من نوع واحط بالسلطه عشان تاخذ قيمه غذائيه اعلى، تاخذ الياف، تاخذ فيتامينز من عده مصادر، مش بس نضلنا بالخس. وكلهم بالسعرات الحراريه، السعرات الحراريه منخفضه جدا، منخفضه جدا. ينطبخوا عادي يعني مثل السبانخ مثلا، سبانخ كلنا بنسوي معجنات السبانخ، هاي قراص السبانخ او بنسوي سبانخ باللحمة مع الرز والحمص، صح؟ بس السبانخ بالسلطه من اشهى الخضار الورقيه لانه طعمه مختلف، هيك بناخذ فائدتها كامله طبعا. اذا طبخت شو بصير؟ بتقل مثلا فيتامين سي، بتقل بعض الاملاح اللي موجوده فيها، يعني زي مثلا المعادن المهمه زي بعض مثلا في عندنا البوتاسيوم ممكن يروح بالمي لما احنا نغسله ونطبخه وكذا، بتاثر بعض المعادن بس بضل فيه قيمه غذائيه. تمام. يعني الالياف بضلها موجوده، المواد المضاده للاكسده بتقل نتفه صغيره مش كثير بتتاثر، بس انت بتضلك محافظ على القيمه الغذائيه، يعني حتى لو طبخناه برضه بتاخذ فوائد الخضار الورقيه. وعصير، عصير مفيد جدا. في كثير ناس بيعملوا مثلا عصائر بحطوا سبانخ وكيل وبخلطوا خضار ورقيه مع شو اسمه، لازم نعمل الشف الثلاثه الجاي من عيوني. يعني هذا الثلاثه سماح لا هذا شوف هذا الثلاث ثلاث الكلاوي والاسبوع الجاي بوردي الاسبوع الجاي بوردي الاسبوع الجاي ما بقبل لك سمير، لا بجيب إشي هيلثي ان شاء لا الله. ما تجيبش إشي بجيب لي كيلو لحم جمال من الرمثة بالله عليك تجيب بالله عليك تجيبها جيبها لا شو انا مصادي بطلنا اصحاب كيلو لحم جمال لحم جمال بجيب معي وانا جاي من الرمثة خلاص دقيقه جي بس مجرمش 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 بتكاشي يا راس عصفور لا مجرمش اكيد خليني اسوي بسرعه شو يعني مجرمش القطع قطع صغير قطع مفروم نعم متاكد مش راس عصفور لا لا اذا ما انا حاب شرايح هيك شرايح لا انا بدي اغير موعد الطبخه الصحيه احنا كانه صرنا نحكي بموضوع مش لازم نحكي فيه بالضبط بحضور الدكتوره يعني شايف الاسبوع الجاي اجيب لك معي بندوره تلقط السنه يلا قول يلا تمام شكرا يا دكتوره اهلا سمير يعطيك الف عافيه اهلا وسهلا